دمشق مدينة الياسمين، اسم اكتسبته أعرق العواصم في العالم، مما ازدانت به جنائن بيوتها من ورود كالفل والجور والياسمين. غناها بالورود العطرة والفواحة تحول إلى شهرة بالصناعة وتركيب العطور. مهنة العطارة عطر مهنة قديمة جدا، يعني آبانا وأجدادنا قديمة كتير. أولا يعني كانت هي كدمشقية، مثلا العطر الورد، عطر الياسمين، أشياء التي مثلا الطبيعية، يعني الزهور يجيبوا الزهور يصنعوها، يعني سووا مثلا من عطر الورد عطر الياسمين، مثلا عندك العنبر، عندك المسك، أشياء التي كلها طبيعية. يعني شوي 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 تطورت، صار إنه نستورد مثلا ياخذوا معنا الدول الأوروبا الزهور صنعوها ويدخل فيها دخل مواد كيماوية يعني، وتطورت يعني شوي شوي، صار في مثلا أصناف جديدة، يعني صار في شرقية وفي كذا، كل ما لعب تتطور يعني. في روائح مثلا مثل الروائح الثقيلة والآسية بتيجي بالشتاء مشان حتى تبين، الروائح الصيفية بالناعمة بتكون روائح ليمون، روائح ورق الليمون مثلا، حتى هيك ريحة منعشة للقلب يعني مثل ما بيقولوا. مشهورة دمشق بالزهور، بالورد، الورد الشامي الدمشقي والعطر الياسمين والورد، حتى المازهر مزهر النانرج، يعني دمشق طول يعني مختصة بالنانرج والشاتي، يعني معروفة دمشق القديمة، يعني إلى عراقة كتير بالشاتي العربية. حيث تعتبر الوردة الدمشقية الأساس في تركيب العطور، وقد أخذها الغربيون من دمشق وعملوا على إكثارها، وأصبحوا يستخدمونها كمادة أولية في تركيب أشهر ماركات العطور. ظل عطر الشامي أغلى عطر بالعالم، هو عطر الورد الأصلي، ما ورد الأصلي هذا بيستخدم أصله دواء، بس أن فرضا بيستخرجوا من الورد، هو ما ورد حطوه للوش بيطلع منه كميات قليلة من زيت الورد، هذا أغلى عطر بالعالم، بيستخدم أدوية طبية، بياخذوه بالكليات الأوروبا بيساووا أدوية، أغلى أدوية بالعالم للعين للبشرة للمكياجات كذا، يعني كتير شغلات عنا إلى وزنه وإلى قيمتها. روائح الورود لخص الورد الشامي، في عندك الياسمين، ياسمين الشام كتير من الروائح الحلوة، في عندك الفل والجاردينيا، يعني هذول الروائح المميزة للشام. وعند شراء العطر المركب من أحد المحلات ينصحك المصنع بأن تضع زجاجة العطر في الثلاجة لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك يتم استعمالها لإعطاء فرصة للمواد للاختلاط جيدا. ورحت على مدينة العطورة تجيب لك ريحة مشهورة. إذا إجتنا ريحة لساتها جديدة وما موجودة بالبلد مثلا، بنركب عطرين على بعض أو ثلاثة لنطالع الريحة الموجودة يعني. أهم الزهور، أهم الزهور أساسية، يطلع بالك الورد، الفل، الزهر النانرج، هذا أساسي. حتى اللي احنا بجوز ما نعرف مثلا هالوسطى يعني سافر على أوروبا سافر كذا، يستخدموا من مواد من الثوم، ربا من الثوم، من البصل، هذه مواد أساسية بالعطورات، مواد أساسية يعني العالم ما تعرفها، ولكن من الخل، هلا الخل يطلع منه ياسمين، خل المواد أساسية بالياسمين، يعني شغلات عربية هي لها يعني لها ابتكارات وتطورت المصنع، صار فيها عندي آلاف أصناف العطورات يعني، طبعا كثيرة مستوردة وفي عندنا، بس ضل احنا الشام هون. دمشق تمتاز بالعطور الدمشقية العربية بحسب طبيعة مناخها وتربتها الخصبة ومساحة أراضيها لزراعة الأزهار والورود العطرية. والعطور العربية بشكل عام تصنف بحسب مصدرها إلى ثلاث مجموعات، الأولى عطور نباتية وهي أجود الأنواع وأطيبها رائحة والتي تشتهر بها دمشق، والثانية عطور حيوانية كالعنبر الأصلي الذي يستخرج من كبد الحوت وهو نادر جدا وغالي الثمن، والمسك الذي يستخرج من الغزال بدرجات متفاوتة، والثالثة الزيوت العطرية التركيبية أو الصناعية وهي الرائجة في السوق السورية وبالأخص دمشق.